عشركم مباركة مسعودة ورمضان مبارك كريم وكل عام أنتم بألف خير. كيفاش راكم عندكم هادو دونك كاين تفاصيل إن شاء الله أكثر. اليوم إن شاء الله غادي يكون أول فيديو أوفيسيال خاص بشهر رمضان من بريباراتيف رمضان أو تحضيرات رمضان 2023. أولا عشركم مباركة، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. ثانيا آسفة عن الغياب وآسفة عن التأخير، كنا في عطلة، كانت عندي وليدات 15 يوم وكان حاجة لحاجة وحيت يكونوا الولاد في الدار فما نقدرش باقي نصور، ما نقدرش باقي نصور كما أنا بطريقة اللي أنا بغيت. ثالثا اليوم عيد ميلادي ورابعا ما غاديش نصور اي حاجه بما يخص العيد ميلاد ديالي انا هاد العام هذا. سمحت لي هكا تنقدم هكا في العمر وما حد الاحتفال بالعيد ميلاد ماشي من الحوايج اللي تيفرحوني وماشي الحوايج اللي غادي يقدروا يزيدوني شي حاجه، فتنبغي الاشياء البسيطه هكا حلويات هكا حتى البحر شوف الوليدات نتاعك تيلعبوا. دونك فوالا دونك انا قلت لكم بان اليوم العيد ميلاد نتاعي. فيديو اليوم فغادي يكون اول فيديو اوفيسيال خاص بتحضيرات رمضان، غادي يكون ان شاء الله مشتريات رمضان وغادي تكون حتى لا كوليكسيون ديال الاعوام اللي هما فاتوا ونعطيكم كل حاجه فين شريتها. يعني مع الاتمنه الفيديو غادي يكون مفيد للناس الذواقه اللي عزيز عليهم الديكور وكيفاش تيقلبوا كيفاش هما يزينوا البيوت نتاعهم كل ما يخص ديكور البيت وحتى اواني المطبخ وطاولات المطبخ. لكن قبل ما نبدا هذا الفيديو هذا بغيت نقول لكم بان التطبيق ديال ساند ويف تيعطيكم كلكم الناس اللي هما ساكنين في اوروبا 10 اورو صيفطوها لمن ما بغيتوا وتيقول لكم عواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد بكل عام وانتم بالف خير. الناس اللي هما ما عارفوش هو واحد التطبيق تيمكن الناس اللي هما ساكنين في اوروبا باش يصيفطوا ويرسلوا الفلوس نتاعهم للمغرب بلا ما يخلصوا حتى ريال سون فري. دونك ممكن لكم تلقاو سواء في لاب ستور سواء في البلاي ستور او سواء في الرابط اللي غادي نخلي لكم لتحت في صندوقي الوصف. اون فوا تيليشارجي بالنسبه للتجربه نتاعي انايا تيليشارجي تندخل المعلومات نتاعي تنكليكي سيغ سانسكريغ هنايا غادي تبان لينا. انا غادي ندير لكم هنايا واحد الصفحه هنايا فاش تخليو الكود برومو ديال سوما يلا خليتوه فغادي تكون عندكم 10 اورو صيفطوها لمن ما بغيتو. يكفي غير زيدوا عليها اورو واحد الا نتوما بغيتو تجربوا هاد لابليكاسيون تشوفوها واش زوينه واش لاقت لكم واش ما لاقت لكمش. اونسويت تخرج لكم واحد الصفحه هنايا تدخلي المعلومات ديال السيد او السيده اللي انت بغيتي ترسلي ليهم الفلوس. يمكن لكم عاوتاني نذكر يمكن لكم تصيفطوا غير اورو واحد غير باش تجربوا زعمو غير باش تجربوا تطبيق اورو واحد يكفي غير باش تجربوا تشوفوا واش يناسبكم هذا التطبيق او لا لا. اونسويت تدخلي المعلومات ديالك انتيا كله خاصو يكون مسجل او مصور من لوريجينال اما تيتخ دو سيجور اما لا كارت ديدونتيتي اما الباسبور وخاصو يكون اجنبيين اما صبريونيين اما فرنسيين اما بلجيكيين على حسب انتيا البلد اللي انتيا ساكنه فيه. اونسويت تدخلي شحال انتيا بغيتي تصيفطي وفين غادي يقبضوهم واش في الشعبي كاش او كاش بلس او تكليكي سيغ اونفي الفلوس تيوصلو في ظرف دقائق. حاجه بغيت نقول لكم بان بعض المرات حيت تكون فيريفيكاسيون فتيتعطلوا باش يجاوبوكم ولكن انا ما تيفوتوش 24 ساعه الا شفتوا بانهم تعطلوا وانتوما زربانين راه كاينين جميع الارقام اتصلوا بهم هما راه تيجاوبوكم بجميع اللغات بالسبانيه بالفرنسيه بالانجلي وبالعربيه وعده لغات وحده اخرى. المعلومات كامله راه غادي تلقاوها في التطبيق نفسه او في الرابط اللي غادي نخلي لكم لتحت في صندوق الوصف. زعموا وجربوا كما قلت لكم جربوا وتشوف واش هاد الابليكاسيون هادي تتناسبكم او ما تتناسبكمش ولكن زعموا. كما وعدتكم ووفيت المره اللي فاتت فخرجتكم معايا ودرنا واحد الدويره في المحلات نتاعي المفضله وريت لكم الاواني وريت لكم لا نوفيل كوليكسيون وريت لكم بزاف ديال الاشياء خاصه بالطبخ خاصه بالمطبخ. الفيديو ديال اليوم غادي نوري لكم بعض المشتريات اللي خديتهم خاصه بلا ديكوراسيون بديكور البيت خاصه بالمطبخ خاصه فوالا دونك المطبخ وديكور البيت ولكن التيم نتاعو هو رمضان. رمضان ان شاء الله يدخل علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه وداكشي تتمنوا. دونك على السريع ما عرفتش فاش غادي نبدا
لحقاش كاين بزاف ديال الاشياء. دونك غادي نبدا بدا بهاد الاشياء اللي انايا كومونديتهم. كاين امازون، كاين اكسيون، كاين ميزون دي موند، كاين جيفي، يعني من كل فن طرب من كل بلاصه تنخذ منها شي حاجه. كاين اشياء اللي هما غاليين وكاين اشياء اللي هما زوينين. وعاوتاني قوم معايا لحقاش كاين اشياء اللي ما لي كومونديتهم وما عجبونيش. دونك ماشي ما عجبونيش، لقيت فيهم بعض الديفويات خاصكم تردوا البال. دونك اول حاجه غادي ندخلوا ديريكتومون الى ديكور البيت او ديكور رمضان. دونك بالنسبه لديكور رمضان فخديت هذا العام هذا هذا الفيديو هذا، فغادي نوري لكم لونسيان كوليكسيون ديال ديكوراسيون خاصه بشهر رمضان ديالي اللي كانت عندي في العام اللي فات والعام اللي قبل منه. هاكا نتوما باش تخدوا افكار. دونك جمعت لكم كلشي في هذا الفيديو هذا. دونك اول حاجه هو هذا الهلال الجميل جدا. دونك هذا كومونديتو من عند امازون. جميع الاشياء اللي انا كومونديتها من عند امازون راه غادي نخلي لكم الرابط نتاع التحت في صندوق الوصف اذا امرتيه منكم. هو تيخدم بالحجرات وتيتشعل في الضوء. هذا هي خديته للكوزينه لحقاش هذا العام هذا ان شاء الله، فغادي يكون ديكور رمضان للمطبخ المطبخ ولت تنقضيو فيه واحد الوقيته اللي هي كثيره في رمضان. دونك علاش حتى هو ما يتزينش، علاش حتى هو ما ندخلوش في الفرحه ديال رمضان. دونك خديت ليه هذا الهلال هذا. كيفاش جاكم؟ هو راه صحيح ماشي داكشي اللي تيكون فرشي او شي حاجه ما تتكونش فريمون صحيح وزوين ورائع. انا ويلات نتايا حماقوا عليه. كيفاش جاكم هذا يا البنات؟ هذا فريمون رائع. دونك امازون فبالنسبه للديكور الصالو خديت ليه غيرلوند، ولكن ما وصلتنيش كما انا يا بغيت. دونك غادي نحاول ندير لكم هنايا واحد التصويره كيفاش تتكون، ولكن هي وصلت شويه ديجا الكارطونه هاكا وصلت يعني معوجه وفيها الثقابي ما عجبنيش الحال. بالنسبه للغيرلوند على حسب لحقاش انايا مولفه دائما تنشري من عند ميزون دي موند، الكاليتي نتاعته راقيه وعاليه بزاف. بالنسبه لامازون على حسب انتي ولاش تطيحي فهمتي، داير بحال واش شويه الكاليتي نتاعته على حسب اليكسبريس وعلى حسب اي باي. دونك شويه طالعه لحقاش يكون الثمن نتاعو غالي، ولكن واخا هكا بعض المرات يمكن لك طيحي في دي فوندوز. علاش انتيا دي فوندور اللي هما ما يكونوش داكشي نتاعهم زوين دا ترجع، ولكن راه جو سوي فريمون تري ديسي. دونك كاينين هاد الهلالات هادو بلاتي نوريكم كيفاش داير. هو داير هكا جيرلوند شتو طيح ها هو بعدا الهلال ها هو طاح كاع ما قلنا بسم الله. الهلال هو طاح، هذا تيخدم بالضو يمكن لي انايا نبروشي. هذا نورمالمون شريته باش نديرو في الريدو اللي في اللور ديال الصالون هكا باش يدخلنا في الاجواء ديال رمضان، وهكا تدخلي الوليدات بطريقه غير مباشره في رمضان. دونك بالنسبه لديكوراسيون ديال رمضان فمهمه بالنسبه لي اكثر من يمكن ما يمكنليش نقول لكم اكثر من اي شخص، ولكن مهمه بالنسبه لي بما انني انسانه كاينه في الغربه وليدات نتاع دايرين بهم غير ناس اللي بحال الصحاب وفهمتي ما كاينش العائله. يعني انا وبابا هما اللي كاينين، ما كاينش زعما شي خال او شي عمه او شي حد اللي هو قريب او شي صحاب اللي انتيا تيصومر رمضان اللي تمشي عندهم. ما كاين والو، ما كاين يعني انتيا خاصك ديري لهم الاجواء في الدار باش تدخليهم نتوما في داك الجو. يعني خاص يكون البيت نتاعك هو المغرب، هو العالم نتاعك، هو الوطن نتاعك. الله يدخلوا ان شاء الله عليهم بالصحه والسلامه. دو فاسون بالنسبه لهادي راه ان شاء الله راه غادي نصايب عليكم لا ديكوراسيون ديال صالون خاصه بشهر رمضان وغادي نشوفوا كيفاش غادي نصايبوها ان شاء الله مع بعضات. غادي نحمسوا بعضياتنا. هادو جاوا من المغرب نورمالمون امازون كاين فيه واحد الموقع مكتوب فيه مراكش، دونك هذاك تيجيو من المغرب وتيصيفط لامازون وامازون ابقى عاد تصيفط للناس اللي هما ساكنين. دونك خديت هذه دايرينها كيوت زوينين تبارك الله وغزالين. كانت العام اللي فات كومونديتهم من عند امازون ولكن وصلوا لي حالتهم وكانوا الثمن تاعهم رخيص. دونك هاد النوبه هادي قلت لازم نزيد شي شويه ديال الثمن ونكومونديهم من عند واحد الفوندور اللي ديجا انايا كومونديت من عنده. دايوغ هو اللي غادي نخلي لكم الرابط نتاعو تحت في صندوقي الوصف. وصلوني غزالين تبارك الله فريمون زوينين تاو ما خديتهم بو لا ديكوراسيون دو كويزين لي ديكور رمضان خاص بالمطبخ.
كيف الجو؟ غنوة زيوني رائعين رائعين وزالين وداك الزاج نتاعهم ما مهرسش، تديري فيهم هكا شميعه ماما رائعين. نوري لكم هذا هو الاول، فهو عباره عن باز اللي غادي يكون تما. نقلب عليه شي حاجه اللي هي شمعير باز رائع كلاس فريمون كلاس 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 وزوين اون سيراميك بحال هكا. دونك هاد الباز هذا يا البنات فشريت ليه هاد لي بلونت دايرين بحال هكا، هادو خديتهم من عند ميزون دي موند. بان لي بلونت فبيت شي حاجه اللي هي تكون في البيض وتكون هكا في النحاس، ماشي في النحاس في الكري بحال هكا. ولقيت هادو خلاص، هاد العود هذا ما غاديش يتخشى ليا، ما غاديش يتخشى انا، ولكن غادي نديرو على جوج، ما غاديش نخلي هذا هكا يعني ما تخافوش، ما غاديش نخلي هكا، غادي نلوي على جوج باش يلاه يجيو زوينين. دابا غير وريت لكم كيفاش تيجيو، يقدر يجيو ان شاء الله، غادي ان شاء الله غادي نصايب ان شاء الله نديكورو معكم هادشي مزيان ونصايبو ان شاء الله مزيان مع بعض. دونك فيما يخص عاوتاني لا ديكوراسيون دو رمضان او ديكور رمضان، فخديت واحد الكادر اللي ان شاء الله غادي نكتب فيه سواء رمضان كريم سواء رمضان مبارك سواء كل كتستعملي في عيد، في العيد عيد سعيد ولا، وغادي يكون ان شاء الله في لاكويزين. وبغيت شي حاجه اللي هي تكون مناسبه مع الباز هكا باش يكونوا اسورتي، ولا لاحظتوا حتى هذوك لي فوت فور اللي صغيورين اللي وريت لكم حتى هما اللون تاعهم نيود، ما كاينه حتى حاجه بالزرق حتى حاجه بالاحمر حتى حاجه بالخضر، كلهما الوان حتى داك الهلال حتى هو خديته بالابيض باش يجيو كليات كل ديكوراسيون متناسقه. وشوفوا معايا الروعه ديال هاد الكادغ هذا، هذا راه غادي يليق سواء التصور نتاعكم سواء شي حاجه. المهم كما قلت لكم فانيا تخيلوا معايا رمضان مبارك كريم، غادي نوري لكم واحد ديجا مكتوبه فيه رمضان مبارك كريم، وتما غادي نعلقوا ان شاء الله في الكوزينه كما قلت لكم. فخديته يكون اسورتي مع هذا شو ومع البلونت اللي يلاه وريت لكم، وهذوك الجويجات غادي نحيد كاع داكشي اللي كاين تما. حتى الحاجه اللي جاتني غريبه هي ما فيهش الدجاجه، ولا فيه ما فيهش، هو بلا دجاجه يوم عاد نحلو ونشوف يمكن كاينه الدجاجه في الداخل، داروا عليه في الداخل والله ما عرفتش. اش خديت؟ دونك خديت كيسان دايرين بحال هكا، دونك هاد الكيسان هادو خديتهم من عند ميزون دي موند، رائعين جدا تيجيو راقيين فوق الطبله. المهم فات نشري كيسان من عند اكسيون، فتعرفوا تيهزوهم الدراري، ماشي الدراري راجلي هو تيهزهم الدراري، تنعطيهم كيسان عاديين تشربوا، ولكن راجلي ما تيبغيش يشرب ليا في كيسان كيسان عاديين، تيبغي كيسان يكونوا دايرين بحال هكا، يشرب فيهم الما يشرب فيهم المونادا يدلع راسو، وانا ما نخبي داكشي للضياف لا هو بعدا هو الاول شكون يدير بحال هكا. دونك انايا كاينين اواني تنخليهم بعض الاواني للضياف وبعض الاواني للاستعمال اليومي لا هو تيمشي ديال الاواني ديال الضياف كبير ديال هاد لا كوليكسيون. هاد لا كوليكسيون ديجا انايا عندي لي طاس ديالها غادي نوريها لكم هنايا بعد قليل، وعندي الابريق ديالها وما عنديش طباسل، دونك خديت طباسل ما خديتش ما خديتش لا كوليكسيون كلها هي ديال الطبله، قلت غادي نخدخو خد غير شي شويه هاد النوبه هادي، ولا شفت لا كاليتي زيونه يعني الا درتهم انايا في الماكينه ديال غسيل المواعين ما تيتحكوا لياش ما تيتنجروا لياش، المره الاخرى عاوتاني نكمل انا لا كوليكسيون. علاش انايا زعمت وخديت غير شي شويه؟ حيت عرفت بان هي كوليكسيون بيرمانونت، في يعني في اي وقت مشيتي انت لميزون دي موند فغادي تلقاي هاد الكوليكسيون هادي محطوطه. انايا لي طاس نتاوعي فراه عندي هادي عامين وباقيين نفس الصوره غادي تلقاهم، كاينين بعض المرات تيجيبو شي حوايج او تيجيبو شي كوليكسيون دغيا تتحيد دغيا تتكون ليميتي، ولكن كاينين شي كوليكسيون تتكون ايليميتي بحال هادي راه غادي تلقاو. شو معايا هذا الطبسيل الكبير والطبسيل نورمالمون ديال الديسير هكا تيتحط الفوق نتاعو، وخديت الزلافه دونك الزلافه ها هي، ورجعت عاوتاني وخديت نقول لكم واحد الحاجه عاوتاني كيفاش يجي رائع. وخديت هذا ديال السكر
كثير بعض الاشياء الرخيصه مثلا بحال هادو فخديتهم من عند اكسيون تمحي لي فيهم، فهادو خديتهم هكا عند اكسيون هكا نزين بهم مثلا الغرف ديال الوليدات نحطهم تماك تيجيو فريمون زيونين. كيف جاكم هاد البنات؟ الثمن اللي هو جد مناسب. ابخي واش تيحرقوا في اليدين واش لا كريتين تاعتهم طوب ممكنش نقول لكم، ولكن يمكن نجربوهم هذا العام. هذا كنت خديت واحد عند اكسيون غادي نوريه لكم العام اللي فات وصدق ليا جا زوين. دونك الا ما فيكم مثلا اللي كوموندي من عند امازون او خفتوا داكشي يوصلكم ماشي هو هذاك او الثمن لقيتو مرتفع، فممكن لكم تمشيو لاكسيون اللي هي قريب لكم وتشريو منه هكا حويجات هكا زوينين تزينوا بهم هكا الغرف نتاعكم، الصالون، الكوزينه، يعني تيجيو فريمون زوينين. تبيت كنت في اكسيون وهاد النوبه هادي بالنسبه للاواني هذوك اللي وريت لكم اواني ديال المطبخ، فخديت زلايف ولكن ماشي زلايف للضياف، خديت الزلايف للاستعمال اليومي. دونك الزلايف اللي كاينين عندي فتشققوا ليا وما تبغيش انا نقص الزلايف ديال الضياف بالنسبه للرمضان. تعرفوا مع الدراري حيت يكون عندك الدراري صغار فما كاين ليك غير هرس هرس هرس. دونك دائما تندير لهم انا اواني نتاعهم، ومشيت خديت زليفات هادو ثمن مناسب من عند اكسيون وزبيونين خديتهم في البيض. هادي لا نوفيل كوليكسيون البنات ديال اكسيون، خديت اربعه حنايا اربعه الباروك ديال رمضان. لابد يا سبحان الله العظيم واخا يكون عندك ما عرفتاش تخرجي لابد تشري واخا غير معلقات واخا مغرفات هذوك المغرفات ديال الخشب تعجبوني هذوك نشرب بهم الحريره. اونسويت اش دونك هادو يا بنات فخديتهم لي سيرفييت كومونديتهم من عند امازون رائعين فريمون زوينين، فهم عباره عن قباطات ديال السيرفييت او اطار سيرفييت دايرين بحال هكا على شكل خاتم تتقلتي بهم لي سيرفييت. واش عندي انايا قباطات عطاش لي سيرفييت؟ ما عنديش. هادو اول وحدين كاينين عندي وحدين كنت شريتهم من عند اكسيون ولكن ما عجبنيش الحال كونو. دونك بوندون لي سولد عاوتاني خديت طابريات ديال الشغل دونك هادو خديتهم من عند لوكليير طابليات ديال الشغل طابليات. واخا يكون عندك 66 طابليه ولكن وقت ما تبي ديري شي طابليه تلقيهم مسخه دونك انا خديت طابليات ديال الشغل. دونك خديت كيسان دونك هادو البنات فخديتهم خديت جوج الكيسان جوج دايرين بحال هكا خديتهم من عند اكسيون ثمن اللي هو مناسب جدا فوالا لحقاش لا كوليكسيون اللي كنت خديت ديال الكيسان فما بقاش فيها بزاف هرس هرس هرس. وبيت مخض بحال هادوك اللي كانوا عندي ما لقيتهمش لقيت غير هادو قلت حتى هما راه غادي يقضيو خديت منهم جوج وخديت من عند اكسيون لا هادو خديتهم من عند جيفي خديت طابليات ديال الشغل طابليات ديال الشغل ثاني بعض الهدايا اللي خديت من عند راجلي. دونك كنا تعرفوا انا المحلات ميزون دي مون تيعجبني دونك كاينين بعض الاشياء اللي عجبوني فديك الساعه هو خداهم. دونك منهم هاد الفاز لحقاش الفاز ديال الشتوى فماشي الفاز البلونت ديال الشتوى فغادي نحيدها وغادي ندير في البلاصه نتاعها هاد البلونت هادي اللي عجبتني رائعه. كيفاش جاتكم هادي؟ فريمون رائعه قولي الراي ديالكم. هذه خديتها من عند ميزون دي مون وكانت من لا نوفيل كوليكسيون يعني سون ريدكسيون. ديت واحد الفاز كود كور رائع جدا 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 تبارك الله كنوري لكم كيفاش داير. دونك هذايا بالنسبه لديكوراسيون دو طاب بالنسبه للديكور المائده خاص بشهر رمضان. دونك شي فريمون شي حاجه اللي هي تكون كلاس. دونك هالبلونط راه خديتها للمطبخ حيت غادي نحيد هادي. بالنسبه للفاس لا ديكوراسيون دو طابل فخديت هذا. كيفاش جاكم؟ راقي. هذايا من لا نوفيل كوليكسيون راه غادي تلقاو. هذايا زوجي هو اللي خداه فاش خرجنا حنايا وياه بعد ما رحت نخرج انا وياه تيكونوا هكا شي اشياء جميله وزوينين وتيخذهم ونوري لكم كيفاش جاكم. قولي لي الراي ديالكم بالنسبه لهذا رائع ولا لا. اونسويت فهاد نيت هاد النهار هذا فخدا جوج ديال لي سيرفييت. هادو يا البنات كانوا موان 70% دونك سافو الكو بالنسبه للتخفيضات. خديت جوج ديال لي سيرفييت
وخديت شومان دو طابل بالنسبه لهم. انا كان عندي واحد عندي شي حاجه تنديرها في رمضان اللي هي دوغي، ولكن غادي نحاول نخليها للعيد، وهادو غادي نبدا نديرهم هكا في رمضان. يعني رمضان محتاج شي حاجه هي تكون دوغي والالوان، فهمتوا؟ شومان دو طابل فهو هذا هي البلان، خديته هو 70% عند ميزون دي موند ديال لي سيرفييت. كل سيرفييت فيها 4 يعني 8 اون جينيرال ديال لي سيرفييت. فريمون لا سافو لو كو بالنسبه لهادو. مشيت في الاخر ديال لي سولد، خديت هذه حتى هي كانت بغيتي نشوف واش كانت موصل 70% ولا لا ديال الزبده. هادي ما كايناش عندي الضياف والضيوف، اواني للضيوف. هادي كانت موصل 70% عند ميزون دي مون. سافو لو كو. هادي ديال الزبده من نفس لا كوليكسيون ديال الاواني اللي وريت لكم في الاول، رائعه حتى هي. هذايا يمكن لك تعتني تشربي فيه بحال مثلا زليفات كلاص، وهما يمكن لك مثلا تشربي فيه الحسوه، تشربي فيه مثلا الحريره، او يمكن لك عاوتاني ديري فيه لي بات، فهمتي؟ البطاطا تيكونوا عامرين، يمكن لك ديري فيه شي شوربه، ديري فيه شي حاجه تيجيو زوينين. فالبنات هنايا غادي نوري لكم لا كوليكسيون اللي كانت عندي العام اللي فات، ومنين خديت انايا كل حاجه وباش نديكوري انايا الصالون. دونك العام اللي فات فخديت هاد المخدات هادو خديتهم من عند ميزون دي مون، ما عاد واش غادي تلقاهم ولا لا. خديتهم باللون الدوغي لحقاش ديكور الصالون فتيكون في الدوغي، هادشي كاع كله تيتحيد تيكون ديكور اللي هو بالدوغي، يعني ديال العيد. دونك ما عادش غادي تلقاهم ولا لا، فريمون زوينين وفيهم هكا هلالات. اونسويت انا جبت معايا كاع الصندوق ديال رمضان. هلا الرونجمون ديال رمضان اللي كنت خديته من عند ميزون دي من عند امازون. غادي نخلي لكم الرابط نتاعو لتحت في صندوق الوصف الى الامر تيهمكم. رائع، عرفتي كيفاش تيجي في الديكوراسيون ديال لا طابل، عرفتي كيفاش تيجي في لا ديكوراسيون دو سالون، تيجي رائع. خديتهم من عند ميزون دي موند هادو العام اللي فات، لا مش العام، هادي 3 سنين خديتهم دابا من عند ميزون دي موند. واش تا ولدت صوريا ولا قبل من ولدت صوريا مبقاش عقلت، ولكن يمكن عامين حتى ولدت عاوتاني صوريا تنظن. شوفوا معايا ما بقاش عقلت، ولكن تنظن بانكم راه غادي تلقاوهم باقيين موجودين في ميزون دي مون. تيجيو رائعين الا شعلتيهم، تيجيو شي هوا منهم. اونسويت هنايا بوغ لا ديكوراسيون دو سالون فخديت العام اللي فات، فخديت هاد الورود الجميله البيضاء مع الفاز نتاعهم. دونك هادو خديتهم من عند ميزون دي مون. دونك هذا بالنسبه للديكور اللي غادي يكون ان شاء الله فلور عندها كيما قلت لكم، فهو دوغي. شي يقولوا لي مجمير ماشي مجمير، ما مشات لي السميه الله يفكر لها فاش هذا مشات لي في باقي اللبان ديال رمضان اللي فات في باقي فيه. هادو غادي تلقاوهم في امازون، راه تيتباعو بثمنه جد مناسبه. هنايا دوكا ديكور مثلا الطبله دو خديتهم من عند ميزون دي مونت، لا كاليتي نتاعتهم زوينه ماشي بحال الاخرين اللي كومونديت من عند امازون. دو فريمون كاليتي نتاعتهم زوينه، تندير فيهم لا ديكوراسيون دو طاب. واش غادي تلقاهم دابا في ميزون دي مونت؟ ما غاديش تلقاهم لحقاش قلبت نقلب على غيرلوند الغيدو، ولكن ما لقيتهمش، ما لقيتش حتى حاجه فيها هكا هلال. بقاو ليا مثلا غير اشياء مثلا ماشي خفيفه، يعني بحال مثلا هذايا البنات فكنت خديته من عند المغرب، تنظن كانت هديه من عند ماما. باش نوري لكم فيها هكا التويسات نتاعو، ديال الدجاج، وتندير فيهم هاد لي زيتيكات اللي نالوا اعجاب العديد منكم العام اللي فات. شو معايا راه درخت منهم العام اللي فات، وباقي الخير والخمير فيهم. هذا بحال مثلا هذه فيها رمضان كريم، لي زيتيكات رمضان كريم، راه باقي شتو شحال من وحده باقيه. بحال مثلا هادو خديت منهم العيد، تديري مثلا الحلوه ديال العيد وتديرها هكاك في بواطات، وتدي البواطه بهادو وتعطيهم هكا لوليدات، كيفرقوهم على لوليدات، او مثلا بغيتي تعطي لحماتك او لامك الا كانت قريبه ليك وشي حد من العائله
في جوج بيون. دونك هادو البنات غادي نخلي لكم الرابط نتاعهم لتحت في صندوق الوصف. كاين عاوتاني هاد الستيل هذا تا هو جوج بيون، وكاين عاوتاني هاد الستيل هذا تا هذا ديال دا رمضان كريم هكا. كاين عاوتاني في الاول ديال رمضان اللي كتبيع يعطي هدايا دايا، كاين جوج ديال الهدايا انايا خديتهم ديجا انايا للوليدات، شريتهم ليهم داكشي اللي تيبغاو هكا بوندون لي صود اللي فاتو. فخديت مكل ميساء جوج ديال الاشياء، وخديت ليا الناس واحد الحاجه غادي نصايبها ليهم وغادي نغلفها ليهم وغادي ندير فيهم دي زيتيكات ديال رمضان كريم، وغادي نقول لهم ها هي الهديه نتاعتكم في شهر رمضان. هكا غادي نفرحهم ندخل لهم شي شويه الفرحه للقلوب نتاعهم، وهكا غادي يعرفوا بان رمضان راه شي حاجه اللي هي كبيره عندنا. راه بشويه بشويه من اشياء بسيطه الوليدات نتاعك تقدري انت تدخليهم في الدين نتاعك تدخليهم، ولكن ما خاصناش نقولوا صافي راه حنايا راه في الغربه راه في الغربه. راه الوليدات نتاعنا تيمشيو بشويه بشويه من اليديات نتاعنا، خصوصا في المجتمع اللي ما تيعرفش هذا الشيء، ما تيعرف لا تقاليد نتاعنا ولا العادات نتاعنا ولا الدين نتاعنا، ما تيعرف حتى حاجه، ما تيعرف ما مجتمع عندهم حتى هما ديالهم، وعندهم يعني عندهم حنايا اللي جينا عندهم اون جينيرال، يعني حنايا اللي خاصنا في البيت نتاعنا يكون هو المجتمع نتاعنا، ويكون هو دارنا، ويكون هو بلادنا، ويكون كل شيء كاين فيه. شكرا لكم، شكرا للمتابعه نتاعتكم البنات، شكرا للحب نتاعكم. رمضان مبارك كريم، وكل عام وانتم بالف خير، يسخر لكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والمسرات. نتمنى كتكونوا خطوا افكار من هاد المشتريات اول رمضان او بريباراتيف رمضان او تحضيرات رمضان، تخذوا هكا منهم افكار. غادي نخلي لكم بعض لو ليان اللي انا عندي، يعني من غير امازون يمكنليش نخلي لكم والو، لحقاش كاينين اشياء اللي ديجا ما بقاوش على تحت في صندوقي الوصف. والقاكم ان شاء الله قريبا في فيديو جديد على قناتهم اللي غادي يكون ان شاء الله الثيم نتاعو في شهر رمضان. دونك غادي ندخلوا ان شاء الله اوفيسيال في تحضيرات رمضان، كونوا في الموعد. الا شفتوا الفيديوهات نتاعي ما توصلكمش البنات، دخلوا قلبوا عليهم على قناتهم، راه غادي نكون تندير الفيديوهات ولكن تما ما توصلكمش. شاركوا معايا على الانستغرام تما في ستوري، في مره مره انفو تندير انايا فيديو على اليوتيوب، تنقول لكم في ستوري بانه كاين فيديو جديد على قناتهم. محاليكم.